الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أصدقائي متابعي قناة تكفونسات. أهلا وسهلا بكم في شرح جديد ومفيد كالعادة إن شاء الله. إذا كنت من الزوار الجدد للقناة لا تبخل علينا بالاشتراك وضغط على الجرس ليصلك الجديد من الفيديوهات المميزة إن شاء الله، وانضم إلى أسرة التكفونسات. ما زلنا في سلسلة تركيب الأثمار على طبق 90 سنتيم. اليوم إن شاء الله اخترت لكم قمر تيليستار 15 طبق 90، كتوجد به قناة إسبان الناقلة للدوري الإيطالي والدوري الفرنسي. اليوم إن شاء الله غادي تنقل مباراة جوفنتوس وبارما إن شاء الله على الساعة ربما السابعة، على ما أظن الساعة السابعة من نهار اليوم إن شاء الله. غادي نوريكم طريقة باش تلتقطوا قمر تيليستار 15. أتعمد دائما تركة الطبق على النيلسات كما توضح صورة شاشة التلفزيون القنوات المغربية على النيلسات، فالعديد منكم كيلتقط قمر النيلسات وكيبغي يشد الأقمار الأخرى، داكشي علاش كنخلي طبق على النيلسات. أول شيء أصدقائي دائما غادي نديرو تردد ديال القناة المنارة، غادي نقول لكم التردد ديالها. ودائما دائما أصدقائي الأقمار تاع الغرب خصك تدور لاقط بعد الشيء إلى جهة اليسار وأنت أمام الطبق. أصدقائي إذا أصدقائي كي لا أطيل عليكم سوف نريكم طريقة التقاط تيليستار 15 وقناة إسبانيا الناقلة للدوري الإيطالي والإسباني بطريقة سهلة جدا، فابقوا معنا. إذا أصدقائي متابعي قناة تكفونسات، أول شيء دائما تدوير اللاقط وأنت أمام الطبق حوالي 15 درجة أو إلى 20 درجة، فالهسباسات سوف تصل إلى 25 درجة، أما بالنسبة للتيليستار فيكون على 15 أو 20 درجة. ثاني شيء أصدقائي التردد، سوف نختار قناة المنارة كما تشاهدون النيلسات، سوف نبحث على تيليستار هكذا ثم نذهب إلى قناة المنار على تردد التي سوف تشاهدونه أصدقائي هنا. أتمنى أن الصورة تكون واضحة. 10975 هيريزونتال، 2962 معدل الترميز فهو تلقائي. أتمنى أن تكون الصورة واضحة. إذن أصدقائي سوف نقوم بتحريك الطبق إن شاء الله. أول شيء سوف نقوم بتنزيل الطبق بعد الشيء، نعتذر دائما عن الأصوات الصادرة في الخارج. أصدقائي ركزوا معي، أول شيء سنقوم بتنزيل الطبق هكذا، ثم نقوم بتحريكه لهذا الاتجاه. كما تلاحظون أصدقائي سوف نقوم نريكم قوة الإشارة في قناة المنار، ثم نرى قوة الإشارة في قناة الإسبان. إذن أصدقائي قوة الإشارة في قناة المنار سوف تصل إلى 78 كما تلاحظون هنا. سوف نجرب قناة الإسبان، فهي المهم في هذا الشرح. هذه قناة الإسبان بتردد 1610 هيريزونتال 7552. كما تلاحظون الإشارة غير موجودة، سوف نقوم بتعديل الطبق لتكون الإشارة. إذن أصدقائي ركزوا معي كيفية تعديل التقاط قناة الإسبان. سوف نرى اللاقط أولا، سوف نقوم بتدويره يمينا بعد الشيء.
سوف نقوم بإرجاعه إلى تقريبا إلى مكانه. الإشارة غير موجودة كذلك. سوف نرى الطبق. إلى الأعلى غير موجودة. فهي بجزئيات بسيطة لالتقاط هذه القناة. سنريكم الآن قوة الإشارة. فعندما تقوم بالتقاط قناة المنارة فغالبا بعض يعني القناة إسبان لن تشتغل، فهي تحتاج إلى تحريك الطبق يا إما يمينا بعض الشيء أو يسارا، وكذلك اللاقط يمكنك تدويره يمينا أو يسارا بعد الشيء لالتقاط هذه القناة. إذن أصدقائي متابعي قناة تكفنسات، أتمنى أن أفيدكم في شرح اليوم. لا تنسوا مشاركة الفيديو هذا الذي يضعه في قناتي مع أصدقائكم ليستفيد الجميع أصدقائي، والضغط على إعجاب إذا أعجبكم.